هلا المحاضرة الثانية هي عن بوست بارتم هيموريج. اوكي، اول شيء كديفينيشن احنا عشان نعرف انه امتى بصير عندنا بوست بارتم هيموريج لازم نحسب كمية اللوس اللي بتصير افتر ديليفري اوف ذا بيبي. اللوس اذا كان اكثر من 1000 سي، اكثر من 500 في حاله الفاجينا ديليفري، او اكثر من 1 لتر او 1000 سي سي في حاله السيزيرين، او اكثر من 1500 في حاله الهستريكتومي. اوكي، او نقدر احنا اذا يعني نقدر تقدير اذا كان في عندي دروب بالهيماتوكريت بنسبه 10% فمعناته صار عندي انا بوست بارتم هيموريج. البوست بارتم هيموريج بنقسم لنوعين، في عندنا البرايمري اللي هو بحدث اول 24 ساعه، السكندري اللي هو بحدث بعد ال 24 ساعه اب تو 6 ويك اللي هي فتره البربيريوم كلياتها. الانسيدنس فور فور بيرسون طبعا هو عباره عن هاي مورتاليتي، يعني ذا هايست مورتاليتي بكل الاوبستاتريك اللي هو نتيجه الهيموريج او البوست بارتم هيموريج، هو ذا فيرست ليدنج كوز of this maternal death هو البوستبارتم هيموريج، فهو something very serious. طب globally بموت أكثر من 130 ألف نتيجة هذا البوستبارتم هيموريج. باليوك طبعا نسبة 1 بالـ100 ألف بصير في عندي أنا death من البوستبارتم هيموريج باليوك. morbidity كمان بصير في عندي morbidity اللي هي ممكن يصير في عندي transient permanent damage نتيجة blood loss، acute respiratory dysfunction، abscess إذا كان في عندي هيماتومة موجودة بالبلبس نتيجة الهيموريج، surgical procedure ممكن تحتاج أكثر من surgery بعد delivery، transfusion للblood وكل الكومبليكيشن تاعته معرضة لإلهم، ولونج تيرم اذا كان في عندي انا بليدنج في البيتوتري جلاند ممكن تتحول لشيهان سيندروم. الكوزز طبعا البوست بارتم هيموريج احنا بنحكي مين اللي هلا على البرايمري اللي هو الفيرست 24 اور، المين كوز بكون جاي من اليوترس 90% ومعظم الكوز في اليوترس هو نتيجه اليوتراين اتومي. في اذر كوزز، ثواني يا جماعه بس في تليفون. ألو، طيب ماشي ماشي يلا ثواني. الله other causes غير الأتوليل، في عندنا يوتران ربشر، في عندنا يوتران انفيرجن، في عندنا ريتيند بلاسينتا في اليوترس. الاثر من نيوتراين كوزز ممكن يصير في عندي انا يعني لاسيريشن او انجري في البيرث كانال، لو جنس تراك لاسيريشن بمبك هيماتوما، او يكون في عندي انا ابنورمال كوايجوليشن نتيجه الابربشن او ريتيند بلاسنتا او فلويد امبوليزم. ايش الفاكتور اللي بتسبب اللي هو الموست كومن كوز لليوتراين اتومي، او انه most common cause للبوستبارتم برايمري البوستبارتم هيموريج، هو الشغلات اللي بتزيد بتسوي لنا فاتيج لليترس او بتسوي ويكنس في اليترس بتمنع انه يكون في عندي بروبر يوتراين كونتراكشن افتر دليفري. المفروض انه يصير في عندي يوتراين كونتراكشن واليترس يكون مش لاكس، يكون كونتراكتد بعد الدليفري عشان يمنع من البلاد لوس، لانه بيعمل زي الشبكه المسل فايبر حوالين البيزلز، فلما بيصير في كونتراكشن بيضغطوا على البزنس وبوقفوا البليدنج. فاي شيء بيسوي باثر على هاي الميكانيزم او بيسبب ويكنس راح يسبب لي اتومي، اذا سواء كان مالتيبل جستيشن راح يسبب لنا اوفر ديستنشن لليوترس، فيتال ماكروسوميا، بولي هيدرومينس، جراند مالتيباليتي، برولونج ليبر راح تسوي فاتيج بوست ديليفري، اذا كان بريسيتيتد ليبر يعني اقل من 3 ساعات ولدت كانت كل البروسيس تاعت الليبر راح يصير فيه فتيد. اذا استخدمنا احنا مصل ريلاكسنت مغنيسيوم سلفيت، هذا المغنيسيوم سلفيت احنا بنستخدمه في حالات البري كلامسيا والاكلامسيا، هذا ممكن يسبب لي مصل ريلاكسنت ويسبب لي اتومي كمان. اذا كان في عندي انا هالوجينيتد انستيزيا في حالات السيزيريان، اذا كان في عندي انفكشن كوريامونايتس او يوتراين
لا يوم يوم لا يوم يوم إذا كان في عندي فايبر. بريفنش للبوست بارتم هيموريج، هلا احنا عشان احنا يعني ما نستنى ايش يصير بعدين نعالج، اهم شيء انه نمنع حدوثه. في عندنا اللي هو المانجمنت للثيرد ستيج، الثيرد ستيج تب تعرفوا اللي هي مانجمنت للبلاسنتا او الدليفري اوف بلاسنتا. اوكي، الدليفري اوف بلاسنتا يا اما احنا نتركها لحالها يعني بس في دليفري، او انه نسوي اكتف مانجمنت. الاكتف مانجمنت انه احنا نتدخل وبنولد البلاسنتا. كيف بنسويهم؟ هم عباره عن اكثر من خطوه، اللي هو ادمنستريشن لليوتريتينيك ايجنت، ايرلي كورد كلامبينج، وابلايد سي سي تي كنترول كورد تراكشن. هذول الثيرد مانجمنت لل الاكتف مانجمنت للثيرد ستيج. هذول كلياتهم راح يقللوا من البوست بارتم هول. طبعا بعد ما نولد البلاسنتا لازم نتاكد انه انسبكشن البلاسنتا، نتاكد انه كلها طلعت ما في عندنا ميسنج بيس، وكمان بتسوي اكسبلوريشن للبيرف كانال تاكد ما في عندك انجل. اذا انت بتوقع انه المريضه ممكن يصير معها بوست بارتم هيموريج، لازم تكون ماخذ احتياطك، بتكون حاطط لها طبعا لارج بور كانيولا، بتكون في عندك هايدريشن، بتكون الاوكسيتوسيك دراج موجود عندك، وبتكون محضر حتتين دم. بالنسبة لألا إذا صار عندي أنا بوست بارتم هيموريج، شو الانيشال مانجمنت؟ طبعا هيموريج بدنا أول إشي نبلش بالريسيتيشن، كانيولا، ماسك، أكسجين، كليات هذول الشغلات، الفايتال ساينز بنسوي لهم مونيتور، بعدين نحدد إحنا شو السبب، بعدين كمان بنكون سحبين سحبات دم ومبعتينهم فور لابراتوري تيست. الدايركت الثيرابي طبعا احنا نسكم انه هو عباره عن اليوتراين اتوني. في عندنا اكثر من خطوه ممكن نسيطر عليها على اليوتراين اتوني، منها المساج، الكومبريشن، السيرجري. اذا كان ريتيند تيشو بدنا نسوي له ايفاكويشن، تروما بدنا نسوي لها ريبير، وانفيرجن بدنا نسوي لهم كوركشن، ودي اي سي بدنا نسوي تريتمنت للدي اي سي. اذا ما قدرنا ممكن نحتاج لسيرجري، بدنا نخبر الكونسلتنت، بدنا نخبر السينيورز، بدنا نخبر الانستيزا، كل هذول الشغلات ممكن نضطر لهم في حاله البوست بارتم. الخطوه الرابعه ممكن كمان نحتاج الى لايجيشن للبزن، نفتح يعني اللابراتوري، نوصل للفيدنج بزز تاعوت اليوترس ونسوي لهم لايجيشن. اوكي، أو وبالنهاية إذا ما زبط عندنا إشي ممكن نسوي هيستريك. كمان مرات بعض الحالات إنه ما بيصير يعني ما بتوقف الهيستريك، ممكن نحتاج شيء اسمه أبدومن باك، يعني بنخلي الأبدومن أوبن وبنحط في باكس اللي هم الويت أبدومينات أو الويت توز، بنسوي كومبريشن على الأيورتا وكومبريشن على البلد بزلز كلهم البلفيك. اوكي، وبنخلي الباك هاي لمده 24 ساعه، هاي بسميها ابدومينال باك. ممكن كمان نحتاج لامبولايزيشن، هاي طبعا بيسويها الانترفنشن راديولوجي، ما بنسويها احنا. اوكي، ونفس الشيء ارتيريال بالون اوكلوجن اوف هايبوغاستريك ارت. هلا بنجي لكل واحده بالتفصيل. الريسيتيشن زي ما حكينا بدنا نبلش احنا بدنا نتاكد انه في عندنا تو لارج كانيولا اكسس للاي في. بنبلش طبعا ترانسفيوجن للبيشنت، راح نعطيها طبعا بالكريستالويد او الكولويد عشان نزيد الانترنال بريشر، انترافاسكولار بريشر. بدنا نسوي مونيتور للفايتال ساين، مونيتور لليورين اوتبوت، الهيد داون ده تكون هيد داون تلت، وطبعا اكسجين ماسك، هذا كله بروسيسيشن. كمان بنسحب بلود سامبلز، نسحب بنسوي انيشال تيست لابراتوري تيست، نشوف سي بي سي انيشالي، نحضر لها 6 يونت على الاقل، لازم نحضر لها 6 يونت باكت ار بي سي اذا صار في عندي بوست بارتم هيموريج. بس يجهز عندنا الدم على طول ستارت ترانسفيوجن، لازم يكون وورم، ممكن نستخدم الكومبريشن كاف اللي هي بتاعت البلد بريشر عشان نسرع من الترانسفيوجن.
ريزيتيشن دو نوت جيف ديسك ستران. وبعد ترانسفيوج طبعا نتاكد انه احنا كل ما نعطي احنا كميه دم يعني ممكن كل اربع وحدات دم ممكن نبلش نعطيهم فريش فروزن عشان نعوض من الكوكيوليشن برودكت. المونيتور راح نسوي مونيتور للفيتال ساينز، اي سي جي للهارت، البولس للايرن اوتبوت، وسنترال فينوس بريشر مونيتورينج اذا ممكن نحتاج، لانه بكون في عندي البلد بريشر لو ممكن نحتاج لسنترال لاين. كريستالويد ولا كولويد؟ طبعا اللي عندك موجود اللي هو احسن شيء كريستالويد، اعطي كريستالويد لانه سريع وبرفع الانتراباسكولار بريشر. كولويد طبعا ممكن كمان نستفيد منه اذا كان في عندك البومين او بيوريفايد بروتين فراكشن فريش فروزن بلازما او الهستار، هذول كليات ممكن نسوي يعني زيها زي اي واحد عنده بليدنج او هيموج. طبعا عشان نعوض بلاد لازم نعطيها هلا باكت ار بي سي. طبعا احنا كل موجود هلا في البنك الدم هو عباره عن باكت ار بي سي، بطلنا ناخذ وول بلاد اللي هو بس بيكون بيحتوي على ريد بلاد سيلز. في الدي اي سي طبعا لازم نسوي ايدنتيفيكيشن للكوز ونشيله، بعدين نعوض كل الكواجوليشن برودكت. البلد كومبوننت ممكن نعطيها للمريضه، في عندنا زي ما حكينا الباكت ار بي سيز الفيش فروز عشان نعوض الكواجوليشن فاكتور اللي هي الفايبرينوجين او كريتنج فاكتور، وكمان ما ننسى ان نعطيها بليتلت لانه كمان راح تفقد المريضه بليتلت، وكمان كرايوبريسيبيتيت عشان اذا كان في عندي حاله دي اي سي كمان يسوي كوركشن للكلوتينج فاكتور. الاتوني كيف بنسوي الكنترول؟ اول شيء باي مانوال كومبرشن او مساج، يعني بنحفز اليوترس انه يصير له كونتراكشن مساجينج او باي مانوال كومبريشن. طبعا هاي بتوقف البليدنج، بس مشكلتها انه صعب انه نستمر فيها، نضلنا طول الوقت مسوي الكومبريشن ومساج باي مانوالي ومش براكتيكال. بس انه لحد ما انت تسوي تستارت ذا بلاد وتنادي السينيور وتنادي الكونسلتنت ممكن تستفيد من هاي ك يعني ترانزيانت بروسيس. بعد هيك بس بدنا نعطيها الدرجز ان هم يسوونا يتراين كونتراكشن. من امثل عليهم اللي هم الاوكسيتوسين، اوكي 10 ل 30 يونت نعطيهم في نورمال سلاين كل 5 دقائق ممكن نعطيهم. الارغوميترين او الميثيرجين، اوكي الدوز تاعته 0.25 ل 0.5 نعطيهم اي ام او اي في. السنتومترين هو عباره عن الاوكسيتوسين مع الارغوميترين، بيكون 5.5 ملغ اوف ارغوميترين مع 5 يونت اوكسيتوسين، سنتومترين اسمه. ممكن نعطي بروستاغلاندين، ممكن نعطي بروستين اي 2 ريكتالي، ممكن نعطي السايتوتيك، اوكي الميزوبروستول اللي كنا بنستخدمه احنا في الترمينيشن بريجننسي، نعطي 4 تابس او 5 تابس كل واحده منهم 200 مايكروغرام، يعني الدوز ممكن تكون من 800 ل 1000. هذول ريكتر بنعطيهم بوست بارتم هيموريج. طبعا واحنا بنعطي الاوكسيتوسين بنتاكد انه ما نعطيه رابيد او بكميات كبيره لانه ممكن نسوي له ووتر انتوكسيكيشن. الميزوبروستول زي ما حكينا السايتوتيك اللي هو بروستاغلاندين اي 1 هذا بوتنت بيسوي لنا يتراين كونتراكشن. تابس نعطيهم فاجينالي، ما بنعطيهم لا اورال ولا سبلينجوال ولا فاجينال، نعطيهم ركتالي. سوري نعطيهم ركتالي، اوكي ما بنعطيهم فاجينال. ليش؟ مين بيعرف؟ طلاب الو ولا واحد موجود؟ دكتور معك دكتور سامعينك دكتور ما عندنا فكره. نعطيهم ما نعطيهم فاجينا لانه في عندك بليدنج انت طالع من اليوترس، فاذا مجرد ما تحطه انت بالفاجينا راح يصير لهم ووش من البلاد، اوكي فاحسن شيء تعطيهم ريكتال. طبعا اذا ما ضبط معانا الدراجز
زي ما حكينا راح نضطر انه نسوي لابراتوني نفتح البطن ونحاول نسيطر على البليدنج. ممكن تسوي هيستريكتومي من البدايه، ممكن تسوي بي لينش اللي هي عباره عن خيوط بنخيط فيها اليوترس حوالين اليوترس، اوكي، بنربطه يعني حواليه بنربط شبكه، هاي الشبكه بتحافظ على انه اليوترس يضل كومبرست وكونتراكتد، بنسميها بي لينش سوتشر. كمان ممكن نستخدم اللي هو البالون كاثيتر، اللي هو كاثيتر زي الفورس كاثيتر بنحط جوا اليوترس بنسميه باكري بالون، اوكي. هذا البالون بس ينفخ جوا اليوترس بيسوي سيميوليشن لليوتراين وول، بيسوي له كونتراكشن، كمان نفس الوقت بيسوي كومبريشن على البلاسينتا البيد او البلود فيسلز وبوقف البليدنج، بنسميه بالون كاثيترايزيشن. انجيوجراف زي ما حكينا هذول الانترفنشن راديولوجي، وانتينا لك بالون هذول برضو الانترفنشن راديولوجي. طيب البيزلز ممكن نسوي لهم ليجيشن سيرجري، يعني احنا نسوي لهم ليجيشن اللي هو بنبلش باليوتراين بيزلز، بنبلش اول شيء يونيلاترال بعدين بايلاترال بعدين لور يوتراين بيزلز بايلاترال بعدين يونيلاترال اوفيرين بيزلز بعدين بايلاترال اوفيرين بيزلز. ممكن بالنهايه نحتاج الى انتينر الى ارتي ليجيشن. طبعا يوتراين ارتي ليجيشن اللي هو بنسوي له ليجيشن بسيرجري، بنحط عليه ستيتش، اوكي، بوقف البليدنج بنسبه 90%. ما تخاف انه اليوترس راح يصير له ديث او انك تسوي ميكروسيس فيما بعد، لانه راح يصير في عندك كولاتر ويعوض لنا السيركوليشن، بس هو راح يوقف لك انيشالي البليدنج. الانترنال ايليك ارتلايجيشن هو عباره عن البلد فيسلز اللي بكون ديفيجن من كومن ايليك، الكومن ايليك بيصير ديفيجن اكسترنال وانترنال. هذا الانترنال بغذوا كل البلبك اورجان، بغذوا اليوترس واللور ريكتام والبلادر. هذول ممكن انت من منبع زي ما بيقولوها تسوي ليجيشن للانترنال ايليك ارتلايجيشن. طبعا هو عباره عن يعني ديفيكلت بروسيجر، الاستراكشر هناك ممكن انت بالغلط تسوي ليجيشن للكومون لليونيتر للاكسترنال، فبدك تكون حذر لانه انترنال بكون يعني ملاصق لكثير بزنس. زي ما حكينا كومبليكيشن اوف انترنال ايليك ارت ليجيشن، في ان ادفنت ليجيشن اوف كومون ايليك اكسترنال ايليك او يوريترال اوكلوجن، بزيد عندك الوند انفكشن لور اكستريميتي باريسز اذا انت سويت ليجيشن للاكسترنال ايليك، وممكن يسوي لك كاردياك اريست اذا انت سويت اوكلوجن للكومون ايليك ارتري. الانجيوغرافيك سيلكشن امبولايزيشن او بالون، هذول يعني زي ما حكينا احنا مش اللي بنسويهم، هذول انترفنشن راديولوجي صعب انك تسويهم بحاله ايمرجنسي، لازم تكون انت مهيئ الانترفنشن راديولوجيست اللي عندك، محضر المريضه بده يكون جاي، بده يكون محضر الاكس راي بغرفه العمليات، بده يكون محضر مواده، بده يكون محضر الاكسس، مسوي كاثترايزيشن للفيمورال ارتري، اوكي، بده يكون امور كلها جاهزه من قبل ما تولد ومن قبل ما يصير في عندك البوست باتم هيمرج، فما تفكر فيه كحاله ايمرجنسي لانه بده سيت اب. نفس الشيء الانترنال اليك ارتري بالون، هو يعني نفس البروسيجر بس بدل ما بنسوي ثرومبوسيس للترين ارتري بنسوي اللي هو بنحط اللي هو البالون، والبالون بعد 48 ساعه بنسوي له ديفليشن. البي لينش اللي حكينا عنها اللي هي عبارة عن خيوط بنخيط فيها اليوترس حوالين اليوترس، اوكي، طبعا هو عبارة عن وستتلشن اسمه بي لينش، هو اللي اخترع هاي السوتشر، بنضغط فيها اليوترس بعدين بنخيط حواليه، يعني بتحافظ لك على اليوترس يضل كومبرست وكونتراكت. طبعا بي لينش الادفانتج هي عباره عن ايزي وبسرعه وممكن تستفيد منها وتحافظ على اليوترس. اذا ما زبط كل شيء حكيناه، يعني البالون ما زبط، الليجيشن ما زبط،
الدرجز اللي بعطناهم في البداية ما زبطوا، راح نضطر نلجأ للهستريكتومي عشان نوقف البليدين. طبعا حكينا اذا ما ضبط الهستريكتومي ممكن كمان تستمر في عندك انت بوست بارتم هيموريج، ممكن تضطر تسوي ابدومينال باك جوا الابدومين تخلي لمده 24 ساعه عشان توقف البليد. ككونكلوجن البوست بارتم هيموريج فيري سيريس فيري دينجرس، الماتيرنال مورتاليتي فيه هاي، الديسيجن تاعك بده يكون جريء وبسرعه، ما تتاخر بالديسيجن، ما تتاخر في المانجمنت لانه بسهوله ممكن تفقد المريض. اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ الله يعطيك العافيه دكتور. يلا موفقين يا جماعه. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. Yeah.